الزول في الاول نيت ما يسمى الزول مقران مرحبا اسوان توجور دو لامبيونس vous avez écouté الغاليه c'est une très très ancienne artiste mais elle chante très très bien elle est loi طلعت الصور allez كيما قلت لكم قبل جافي با temps pour faire une deuxième vidéo parce que j'ai du travail دوكا راح نديرو نتكلمو على القضية نتاع نعيمة صالحي اللي ان شاء الله قريب في هذا جو قيل لو 5 مي وقيل باش تحسن فيها العدالة. نعيمة صالحي الخطرة هذه قدام المحكمة تقول باللي انا راني ما سبتش القبايل، هي تقول لك كل خطرة تقول حاجة، عمري ما سبيت القبايل، عمري ما قلت لبنتي نقتلك لو كان تقري الأمازيغية، كل خطرة تقول ما على بالهاش مدام نعيمة صالحي باللي رانا ماناش في عهد بكري وين ما كانش لي فيديو ما كانش التسجيلات، من اليوم كلش كاين يا مدام نعيمة، انت يا يرحم والديك بنتك تهددتيها بالقتل ونورمالمون تعتذري وتقولي انا راني قلت لها لو كانت تعلمي القبيلية راني نقتلك ولا نذبحك كيما تقولي انت ولا ما عرف واش قلتي ليسونسيال كاين لا فيديو مي كنتي ترجعي على الاقوال نتاعك وتقولي انا راهي زلقتني اللسان كما يقول واحد ولا قال ولدي راهو حنا الجزائريين كي نحبوا نقولوا واحد قال ولا غير نقتلك يعني صافا با دير بلي راح يقتلو مي يعني راح يصفي حسابه معاه مي ماهوش راح يقتلو دونك لازم تقولي كيما هكا ما تقوليش ما قلتش الخطره هذه مدام نعيمه صالحي تقول بلي راني قلت للمحكمه بلي عمري بالعمر ما سبيت القبائل وعمري بالعمر ما قلت حاجه ضد القبائل الوغ كو لي فيديو كيما شفتو قبيل بالك نسمع لكم شويه دركا واش قالت مدام نعيمه صالحي نقدر نسمع لكم رابيدمون بوتيتر نعيمه صالحي ما تقصدش كي تقصد صحاب الفرشيطه بالك تقصدني حتى انا بالك ولا تقصد الشوية ولا الأمازيغ كامل ماهوش غير القبايل دونك سي تخي غاف إذا ماهوش بكري تهضري غير على القبايل وليت تقولي صحاب الفرشيطة أنا من صحاب الفرشيطة أنا الضربو تاعنا الحقيقي ماهوش هذا اللي تهضري عليه أنت نتاع اللي درناه في 54 ودرناه حنا ما دارو حتى واحد حنا اللي درناه صديق تاعنا حنا اللي جبنا الاستقلال الشوية والقبايل بحولها هما اللي جابوا الاستقلال دونك برومي نوفمبر برومي نوفمبر تاعنا حنا في عند الشوية مي طرتين على الدوار نتاعنا تكلمت الأول رصاصة باش يكون في علمك يا مدام نعيمة ألوغ دونك تي تقصدينا حنايا كامل نقدروا نسمعوا شوية نعيمة واش راهي تقول نعم قطيعة يوصل الجزائر أي واحد يمن الشيطان قطعوه لا نتزوج منه ولا يتزوج منا لا نبيع له ولا يبيعون لنا لا نتاجر بينهم معهم لا واضح نعاود نسمعوها لازم ضروري لازم واي واحد تشوفوا هذا القصيده قاطعوه في كلش قاطعوه في الزواج قاطعوه في التجاره قاطعوه في الصداقة في الرفاع في الرفقة في كل شيء هي المقاطعة إنها القطيعة بين الجزائريين والفرشيطة هذه الشعار إنها القطيعة أيها الشعب الجزائري أي واحد يمن بالفرشيطة قاطعوه لا نتزوج منه ولا يتزوج منا لا نبيع له ولا يبيعون لنا لا نتاجر بينهم معهم لا فوالا دونك كما سمعتوا مادام نعيمة صالحي الناس كلها سمعتها وتقول باللي الناس تاع الفرشيطة تهضر على الدرابو نتاعنا الدرابو نتاعنا نتاع الأمازيغ ماهوش غير تاع الجزائريين نتاع التوانسة نتاع المغاربة نتاع الأمازيغ في العالم كامل هي نتاع الفرشيطة وحنا الفرشيطة هذيك نتاعنا نعتزوا بها وهذاك هو الإعلام نتاعنا عندنا إعلامات أخرين خاطرش الناس أخرين جاب لي ربي يحسبوا باللي الجزائر بدات في 54 ياك مغلطين واللي يقول كيما هكذا ما لازموش يغيظوا الحال كي ماكرون يقول لكم باللي انا اللي درت حنا لي فرونسي اللي درنا الجزائر
مسيو ماكرون دا با مونتي. اذا تهضروا الهضره هذه نتاع خاطرش هو قال لهم كي جينا حنا اون 1830 ما لقيناش كيف اسمه، ما لقيناش الجزائري، ما لقيناش الجزائر وما لقيناش لي الجزائريين. دونك لا ريزون هو دان كونتي الى ريزون ما لقاش لي الجزائريين. شكون لقى؟ لقى الاتراك. وقصه المروحه تعرفوها الناس كامل. وزيد نعاودها، انا خطره جي في ان كونكور د انسبكتور دو بوليس في يوم البواغي وداروا لنا هذه نتاع قصه المروحه. وسيبري قصه المروحه داي هذا اسكو استنى جزائري او جزائري جيتا كيف اسمه جيتا واش يقولوا تيرك. دونك ما لقاش الجزائريين. الوغ حنا نجمو نقولوا له مسيو الرئيس تاع فرنسا راك غلط، حنا ما بديناش في 1830 كيما جيتو نتوما، حنا جينا قبلكم، حنا ما جيناش، حنا من كنا ملي كنا ملي كان ديهيا، ملي كانت كيف اسمو ماسينيسا، ملي كانت يوغرتا، ملي هادو كاملين سو سون زونساتر، وكانوا عندهم طرابوات، والطرابوات هادو نخليوهم قال ما اكزيستيوش ولا كيفاش، نمشي نهزو غير نتاع 54، ما تغلطيش يا مدام، كون غلطين. الجزائر ما بداتش في 54 وما بداتش في 1830 زيك وزيك. نعيمة صالحي اللي حاكمين عليها بست شهور نافذ الخطرة هذه النيابة طلبت باش يزيدوا لها. وانا من بون هذه صافي بارتي كيما قال واحد، انا ما على بالي بلي ما يزيدوا لها ما تحكم الحبس، اذا كثروا لك يحكموا عليها غرامة مالية وخلاص، باسكو امراه كيما قال واحد. وانا بعد ما كيما كانوا الناس يقول لك لا نتمنى لها الحبس، انا عمري ما نتمنى الحبس الانسان، لاش ما نتفهمش معاه، ما نتمنالوش الحبس وما نتمنالوش الشر على كل حال. مي الغرامه الماليه راح تكون مي الحبس جو بونس با سي نستبعدها. نعيمة صالحي تبعث برساله كيف اسمه للرئيس الجمهوريه، وهاك تشوفي مازال تقولها تكذبوا على الاحياء وانا منهم، ها واش تقول؟ فكيف نصدقكم لما تنقلون وقائع تاريخيه تخص بالاموات؟ فوالا قالهم فيديو من 5 سنوات مضت سلمناه لرئاسه الجلسه اثناء المحاكمه وغيره الكثير كادله دامره تبطل ادعاء المدعي. يعني هذا الشيء اللي كتقولوا كامل نقولوا احنا كامل ما كانش منه. فوالا نعيمة صالحي تبعث برسالة إلى رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون وتقول له سيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي الأول في البلاد، سيدي الرئيس لقد نقلت للشعب بكل صدق معظم ما جرى أثناء محاكمتي في قضية غير عادلة رفعتها ضدي من طرف أصحاب الفرشيطة. شوف صحاب الفرشيطة يعني مازالت تقول يعني شكون هما صحاب الفرشيطة؟ سو سون لي كابيل، سو سون لي شاوي، سو سون الأمازيغ في الجزائر وفي كيف اسمه وفي كامل في 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 أفريقيا دي نور كامل فوالا. إيوا أصحاب الفرشيطة وتمزيق الجزائر إلى دويلات متناحرة، أصحاب العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز بشهادة الشعب كله. سبحان الله. الشعب كل شاهد علينا احنا، احنا الوليد الامازيغ والله يا خويا جينا درنا مشاكل للنعيمة وجماعتها. الوغ سيدي الرئيس انا نقول لكم واش تقول نعيمة للرسالة اللي بعثتها كيف اسمه نشوف تبون. لقد اصبحنا في الجزائر الاجيال الجديدة غرباء في ارض اجدادنا الجزائر. هاي نضحكوا كلها يا والله نضحكوا كلها يا والله ضحكتني يا نعيمة والله العظيم والله. في أرض جدودها سي يا سيدي أنا وليت نقول خما وين جدودي يا سيدي أنتم تقولوا لي بلي إحنا رانا زدنا في الجزائر رانا رانا ولاد ماسينيسا ولاد يوغرطا ولاد يا المرأة هذه تقول بلي نتاعنا إحنا سيدي إحنا ما نسالوها ولا كيفاش وأنا جدودها هذه اللي تحكي عليهم هذه مدام نعيمة صالحي. هاكم تشوفوا سيدي صبحت غرباء، دونك هو نورمال حنا نكونوا غرباء حنا الامازيغ باسكو حنا اللي جينا دخلنا على الناس هذو باسم الدين وقتلناهم وذبحناهم. هذو اجداد نعيمة صالحي مساكن كانوا قاعدين لاباس عليهم، وحنا جينا من البيننسيولا العرب
ودخلنا عليهم حنايا باسم الامازيغيه وقتلناهم ودرا وصبحوا دوكا صبحت غربة غالبا غالبا وذاقت بنا الارض سيدي بما رحبت اصبحنا مواطنين من درجه الاخيره ونحن من وقف مع استمراريه مؤسسات الدوله بانجاح الحل الدستوري وتحقيق المسار الانتخابي الذي ادخلكم قصر المراديه صديقي هي اللي دخلت القصر المراديه هي الوغ والله كرئيس شرعي مرفوع الهمه يوم كان غيرنا يحطم الصناديق الاقتراع ويشتم الناخبين ويبني جدران مقرات البلديه لمنع الناخبين من المشاركه في الانتخابات يسمى بالنسبه للمدام صالحي الناس اللي كان ضد الانتخابات كيما انا ما عندهمش حق يتكلموا خلاص انا ضد في الانتخابات اليوم بعد ضد الانتخابات علاش باسكو على بالي بلي الانتخابات هذه مزوره وما تجيب والو انا على بالي بلي الانتخابات اللي دارت كيما كامل اللي جات وراحت كامل مزوره انا بعد زورت الانتخابات دونك ما يجيبوا والو اللي كتب عليك اللي يقول لك انتخابات نزيهه ما تمنوش خلاص ما كان لا نزيهه لا والو الانتخابات راهي كامله مترافيكيه فوالا لقد اصدرتم قانون لم الشمل وعفوتم به على من كانوا ضدك وضد الانتخابات الرئاسيه فنالوا المكاسب والمناصب وقانون تجريم خطاب الكراهيه الذي طبق على حماه على علم الشهداء وثوابت الوطنيه هو غير هي علم الشهداء غير هي تمن به هذا اللي مخلطين فيه العرب كما قال واحد وامازيغ هذا نتاع 54 عندك الدرابوات الاخرين كامل اللي داروه ماسينيسا ويوغرطا واكسل وهذو كامل ما تعرفش بهم نعيمه ما تعرفش تعرف الا بهذا نتاع الباديسيه النوفمبريه برك هذا برك الباقي كامل ما تعرفش بهم فوالا دونك وثوابت الوطنيه ثوابت الوطنيه هذا مكان فلبسوا به ظلما وبهتانا جرام الخارجين على القانون المحققين بمعنى ان بين عشيه وضحاها تغيرت الادوار واصبح المجرم ضحيه والضحيه مجرم فوالا يعني اسما حنا مجرمين دونك هي على حسب هي حنا مجرمين فوالا حنا كي قلنا ما نحبوش الانتخابات هذه وما نحبوش الانتخابات حتى نعدلوا كيف اسمه البيت نتاعنا باسكو ما كاين لا اليوم الانتخابات تجيب لي انا واحد اخر وتجي تقول لي ها هو تنتخب عليه ولا خليه لا مشكله حنا ضد هذا الشيء هذا الو سيدي الرئيس بعضنا هاجر البلاد والبعض الاخر تخبوا في حجورهم خوفا من مصير مجهول وامثالي بقوة يواجهون مصيرهم في المحاكم بتهم غير مؤسسة وصلت إلى درجة الإدانة بالسجن النافذ سيدي الرئيس التمسنا فيك الخير وحبك للشعب ونعلم أن مهمتكم صعبة في ظروف صعبة لكن الآن نطلب منك أن ترد الاعتبار للشعب الذي أحبك ودعمك وساهم في إعلاء شأنك وتذكر سيدي الرئيس أن الحاكم الذي ينفض من حوله شعبه مصيره وما عرفوا شو معلوم سيدي الرئيس لقد طافح الكيل عندما يرش أني ما نعرفش العربية إذا قلت حوايج مش ملاح سمحوا لي لقد طافح الكيل عندما يرى الشعب بعض الصحفيات والصحفيين بلك انا ثاني تهضر عليا الذين شتموك انا ما نشتم حتى واحد انا خاطي انا ما نشتم حتى واحد وهجموك ورفضوك رئيسا للجزائر يجلسون معك في حوارات هاي الحمد لله مالاش انا صحفيه تنقلها المحطات الفضائيه عبر العالم في الوقت ذات الذي نقبع نحن يوما كلاما في مجلس القضاء متهمين بالباطل مع المجرمين وتجار المخدرات غيرهم والسبب ماذا؟ أننا رفضنا تمزيق الجزائر والإطاحة بعلم الشهداء ومحاربة دين الدولة الإسلام والقضاء على اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ورفضنا تمييز العنصرية وطلبنا بتحقيق العدالة الاجتماعية نعيمة صالحي تهدر وكأنها تهدر على السعودية ولا تهدر على الإمارات ولا تهدر على بليش أنا يعلم أن تهدر هذه نعيمة صالحي اللغه العربيه هذه لغه اجنبيه يا نعيمه انت واش بيك انت دوكا مازلتي ما فهمتيش ولا كيفاش اللغه العربيه لغه اجنبيه ما دوكا حتى حنا لو كان نحطوا الامازيغيه دوكا في 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 سوريا ولا في ما عرفتش انا ولا في الامارات ولا منها ويقراو الناس الامازيغيه ولا يهضروا الامازيغيه نقول لهم لازم تحطوها رسميه ولا كيفاش
اللغة العربية لغة راهي ماهيش لغتنا خلاص خلاص راني كيبان لك. ما هي لغة الجزائر؟ ما هي لغة تونس؟ ما هي لغة المغرب؟ ما هي لغة كيف اسمه مصر؟ ما هي لغة ليبيا؟ اللغة العربية لغة أجنبية جابوها جدودك يا نعيمة كي جاوا باسم الدين يذبحوا في الناس ويقتلوا في الناس ويغتصبوا في النساء باسم الدين تحت اسم هذو كيف اسمها كيف يعيطوا لها الفتوحات الإجرامية. ماهوش الفتوحات الإسلامية. خطرش لازمك تعرفي يا نعيمة صالحي ربي سبحانه عمره ما يتمسخر، ربي عمره ما يقول الناس أمازيغ ولا عرب ولا واش يكونوا أي روحوا اقتلوا الناس هذوك وذبحوهم حتى كما قال واحد يدخلوا الإسلام. كاينش منها كاينش منها. ربي لو كان عينه يا نعيمة يدخل الدنيا كاملة للإسلام على بالك واش يدير ولا ما بالكش؟ يعيط لي أنا مريضة أنتيا ولا عيط ليك أنتي مريضة أنتيا؟ لو كان عينه ربي سبحانه عز وجل كون فيكون يدير كيما هكا يوليو الناس كلهم مسلمين. ومش محتاجك انتيا ومش محتاجنا حنا ومش محتاج حتى واحد. وعمر ما يقول ربي سبحانه اللي ما يمنش بسيدنا محمد ولا ما يمنش بالدين نحيولو دماغه. اللي ينحي دماغي نتاع الناس كريمينال يا مدام صالحي. اللي يقتل باسم الدين راهو مجرم. خاطرش ربي ماهوش ما يسناكش انتيا ما يحتاجكش انتي وما يحتاجنيش انا. حنا اللي نحتاجو ربي سبحانه عز وجل كيما قال بوكروح الله يذكره بالخير. احشموا يا جماعه قال لهم عمركم يزيكم من النفاق يزيكم تقولوا بلي حنا ندافعوا على ربي. كي تقولوا حنا ندافعوا على ربي راكم قاعدين تكفروا. وعندو الحق وعندو الحق. كيفاش حنا ندافعوا على ربي؟ وين صرات هذه؟ وين صرات؟ كيفاش ناس يمشيو رايحين في الصحراء مدين هادو بنعم الرسول احنا موش حنا خاتين الامازيغ حنا كنا في بلادنا ما رحنا لهمش رايحين لمكه ولا رايحين المدينه ولا رايحين منا ويجيوهم هادو صحاب الرسول هادو يصوتيو عليهم ويقتلوهم ويديو لهم حوايجهم ويقسموهم وقال هذه راهي ربي اللي قال. ربي يقول كيما هكذا حتى لو كان تروحي ديري فيلم كيما هذه يديروا غير العرب برك. لو كان تروحي ديري في براسي يقول كيما حشمة يديروا لك فيلم تاع قتلته وذبحته. من يقول لكش ربي اللي قال؟ عمره ما يقول ربي سبحانه عز وجل. علاش في الرساله ما قالوش ربي يهضر مع سيدنا محمد قال لهم ايا اقتلوهم كامل وذبحوهم؟ ما يقولش ربي وما يهضر حتى مع واحد. ربي حشاه ما تمسحوش كلش في رب العالمين. وين كاين واحد قتل راه مجرم. انا نقول لك اي واحد في الدنيا هذه يقتل واحد راه مجرم. واش ربي عمره ما يقول قتل عمرو بالعمر. حتى ولو كان تلقاو مكتوب في القران ولا مكتوب في البيبل ولا مكتوب في 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 في, في, في التوراة ولا في الانجيل اقتل راه ماهوش ربي اللي قالها. راه هذو اللي كتبوا الانجيل ولا اللي كتبوا القران هما اللي قالوا. ربي ما قالش. ربي حاشاه عمرو ما يقول الحوايج هذو. عمرو ما يقول اقتل. اوكي الوغ كمل نعيمة صالحي وين عندنا سيد الرئيس انت اكثر الناس تعرف ان التهم الذي لفقت باطلة وانت تعرفني شخصيا. انت ما قلتيش نعرف المسيو تبون. انت قلتي نعرف مسيو بوتفليقة وكان مسيو بوتفليقة الساعتين تاع الليل كيما قلتي واحد الوقت عيط لك يضيق بها الحال يقول لك روحي انت اللي نعتيلو وتقولي له واش ديرها واش دير مي تبون ما قلتيناش حيت راك وليتي حتى تبون يعيط لك قولي لنا باش نعرفو. هي تعرفني شخصيا وتعرف وطنيتي الذي لا غبار عليها وتعلم انهم ارادوا اسكاتي من اجل تكميم افواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر. على بالك يا نعيمه على بالك شكون اللي دار الماك؟ امثالك هما اللي داروا الماك. امثالك هما اللي داروا الماك مش غير الماك نتاع القبائل حتى الماك تاع الشاويه وحتى الماك تاع بني بزار داروه امثالك. خاطرش الناس هادو قاعدين في بلادهم
ويحبوا يديروا الدرابو نتاع بلادهم، ويحبوا يديروا لغتهم، ويجيو ناس كيما انتيا جاو من الجزيره العربيه ها، وجاو يحبوا يفرضوا لغتهم ويفرضوا كل شيء نتاعهم على اصحاب الارض. وعلى هذاك جماعه المال قال لك يا خويا قاعد هنا ولينا في غرباء في بلادنا، وصح ولاو غرباء في بلادهم. قال لك خويا نخرجوا وحدنا، هم هذو نتاع الماك انتوما اللي درتوهم بالعنصريه نتاعكم نتاع زيرو قبايلي، وروح وروح انتوما اللي درتوهم. لو كان ماكمش انتوما راهم قاعدين الناس في بلادهم، وراهم عندهم الدرابو نتاعهم وعندهم لغتهم وعندهم ثقافتهم وعندهم كلش نتاعهم. ما تجيبش انت، ما تجيب لنا ثقافه من تاع البيناسيو العرب ها، وتجي قال ربي وقال الرسول، ولا تحبوا تدخلوها لنا في هذيك ضربت اخويا احنا مانا لا عرب لنا قبائل لنا شاويه لا احنا مسلمين. لا لا لا، اما لا يجيونا نتاع الاماره نتاع اليرون ما لا يدخلوا عندنا قال احنا مسلمين، ما لا يجيونا نتاع باكستان كيف يدخلوا عندنا يقول احنا مسلمين. لا يا اخي، الدين وحده والعرق وحده، ما تخلطيناش الشعبان في رمضان. ما حتى نروح لبلادك انت في العربيه السعوديه ها، وندخل عليهم قال لك يا ماهوش باسم الامازيغ، انا مسلم، نقعد هنا عندي حق نقعد هنا. كي غلطه يا مدام، ربما اخافوا عنك ان الشعب غاضب مستاء مما يحدث. هذا الشعب الذي احبك وسندرك في زمن اصبحت شعوب لا تحب حكامها، كما اعلم ان هذه الرساله قد تاتي اكلها، فستستجيب وتنتصر لشعبك الذي نال منه جزء سنمر معهش. أعلم أيضا أن هذه الرسالة قد تستغل ضدي وتدخلني في دهاليز لا قرار لا فرار ولا قرار لها. فالقرار الآن بيدك أنت، إما أن تبقى توفي بالعهود أو تخضع الوعود، إما أن ترد الاعتبار للشعب ساندك وأحبك وأحبك وأن واحدة منه وأنا واحدة منه. هي حتى امشي تبون، هذا اللي يرضى عليه تبون خلاص هو كلش، واللي ما رضاش عليه امشي تبون خلاص تخلت عليه لازم يخرج من الجزائر. يا مدام اعرفي باللي تبون ولا انا ولا انت ولا اي، وهذا راه هو شخص، والدوله ما ترتكبش على شخص باش يكون في علمك. الدوله ما ترتكبش، الدوله مؤسسات، الدوله ماهوش اشخاص يروحوا ويجيو، ونحبوا تبون ولا ما نحبوش ما نقصوا منه ما نزيدوا منه. عنده موندا انتخبوه الناس اللي فوطاو عليه، انتخبوا عليه 10 من الناس انتخبوا عليه، باسكو حنا ما فوطيناش كيما يقول الانسان، فوطاو عليه الناس هاو رئيس يتم العهد نتاعو ويجي يعاودوا الانتخابات. اذا عاودوا عليه انتخبوه هاهو، ما انتخبوش يروح يجي واحد اخر. ما ينحب ما اني با اوبليجي يحبنا واني با اوبليجي باش نحبوه. حنا ما نحبوش علاه نحبوه؟ لبس انا نحب حبابي وصحابي، هو يحب حبابه وصحابه، لا يحبنا احنا، احنا شعب احنا ما نحبو حتى واحد، احنا نساندو ما نحبوش نساندو. انسان كي يخدم نساندو، انت لو كان تكوني جو سي با جيتي انت عندك حزب وتخدمي وديرو منا الشعب يساندك، مي ما يحبكش. يحبوك الناس اللي احبابك وصحابك والناس اللي هذوك يحبوك، مي الشعب ما يحبكش. كي غلطة بون، اما ان ترد الاعتبار للشعب ساندك واحبك وصحا فيسعي بعض داخل السجون والبعض الاخر في سجن كبير خارج الجدران اسمه الجزائر. سيدي الرئيس، انا لا اطالب بالبراءة التي هي حقي بلا منازع، اما اطالب وبإلحاح شديد ان تردوا لي الاعتبار كجزائرية حرة. ايه عندك كل شيء الاعتبار لازم نحطوك نائبة الرئيس ولا ولا واش تحبي؟ ولينا ما واش تحبي خلينا نساندوك اسيدي. لم تخن وطنها، احنا خنا وطننا، صحاب الفرشيطة، صاي خنا الوطن احنا يا بعناه، احنا اللي بعنا الوطن، احنا اللي قتلنا 200,000 الامازيغ هما اللي قتلوا 200,000 جزائري. هكا احنا اللي خنا الوطن، فاش خنا الوطن؟ فاش؟ نعطيني فاش خنا الوطن؟
كي عاد نقولوا باكزومبل حنا ما عندنا مشكل حتى مع واحد، حنا ما عندناش مشكل حتى واحد، مازلنا نقولوها عمرنا ما عندنا مشكل، حتى المغاربه ما عندناش مشكل معاهم، خلاص خلاص ما عندنا مشكل لا مع الرئيس نتاعهم ولا كيف اسمه هذا حسن سيس تاعهم وقيله، وما عندنا مشكل لا مع احبابنا المغاربه، عندنا احبابنا وعندنا اصحابنا المغاربه كيما حنا كيما هما، عندنا فرد شعب، ما عندنا مشكل مع اسبانيا، ما عندنا مشكل مع اسرائيل، ما عندنا مشكل حتى مع واحد، هذا حنا اللي يحب يدير مشكل مع هذو حاجته. اذا كان الحكومه ماشي الدوله، باش نفهموا طونسيون، الدوله راهي مؤسسات وراهي تتكون من كيف اسمه الناس مسؤولين في الدوله، مسؤولين ماهوش دوله، مسؤولين في الدوله وتتكون من الشعب، اغلبيه الشعب في الجزائر ما عندوش مشاكل لا مع اسرائيل لا مع كيف اسمه، كاين ناس اللي هذو اللي يبندروا ويحبوا صلاحهم ويحبوا ديما يبقاو في الحكم ومنها، وهما اللي قاعدين يديروا في هذا الهفوات هذو، علاش ندير علاش حبيتونا احنا الشعب تدخلونا في مشكل خطينا، بوركوا قولوا لي يرحم والديكم، علاش تحبونا حنايا نكونوا كيف اسمه اعداء للمغرب، علاه بوركوا على جهة الصحراء، لا الصحراء تاعنا ماشي تاعنا، تاع من؟ تاع الصحراويين، اي با يتفاهموا مع الصحراويين، وحنا لا ندخلوا فيها، دو كان دروا ندخلوا فيها حنا، قالك حنا حقا حقا يا خويا حنا من بكري كنا مع الشعوب لا ماناش مع الشعوب حنايا، ما نكونوش حتى مع واحد حنا، براسها معاهم، علاش حنا لونيو حنا؟ لعل حنا الأمم المتحدة، لي زيتازوني دامريك لي بروميير بويسونس دي موند، وما قالتش بلي انا مع واش يقولوا تالي تال بي ظالمه مظلوم، جامي علاش حبيتونا نكونوا ضد هادو اسرائيل، بوركوا علاه نكونوا ضد اسرائيل حنا، بوركوا ما نكونوش ضد اسرائيل، وي على جهه فلسطين، ايبا حنا ماناش فلسطينيين، سمحوا لي الفلسطينيين يكونوا ضد اسرائيل على روحهم، كاين الناس تساند فلسطين، ايبا اللي يحبوا يساندوا فلسطين يروحوا لهم الهيث، حنا ما نساندوا حتى واحد، حنا كي ظل كاين واش يقولوا كونفلي بين دولة ودولة، نتمناو يلقاو حل مع بعضهم، ما نحبوا حتى واحد ما ندخلوش فيهم حنا، حنا ما ندخلوش، قال لا حنا مع فلسطين ظلمة مظلومة، حنا خاتينا، قالوها المسؤولين، واللي قال كيما هكا، حنا نقولوا له كون في حل. وهاك او قال لهم الاسرائيلي هذاك او قال لهم اذا سمعتوه ولا من عفس الناس ولا قيل ما كانوا الناس ما شافتش لاباج تاعي او كاين اسمحوا لي او كاين واحد اسرائيلي هضر مع الجزائريين والله غير بخست انا كي سمعته والله غير بخست هو قيل او كاين هذا نسمح لكم واش يقول لكم يوفا يقول للناس اللي تقول نحروا فلسطين رد عليهم هاو اسرائيلي هنا رد عليكم أو هنا يقول لكم، والشيء اللي قالوا منطقي، منطقي، وفوزا ديفي كيما قال، إلا لونسي أن ديفي، اسمحوا لي نسمحوا لكم إذا تنجموا تسمعوها، وهنا إسرائيلي، جيسبر ميغير، رد عليكم، وفا رد على الناس هذو اللي يقولوا بلي احنا حبينا نحاربوا كيف اسمه نحاربوا اسرائيل جو بونس ما كانش جو بونس والله ما على بالي وانا شفتو مي اسرائيل لا بيان الى بيان بارلي على كل حال اذا ما لقيتوش نسمح لكم خطره واحده سيو هنا اسمعوا فلسطين تفضل سيبك من الكيبورد حطه على جنب تعال مثل الرجال جيب بندقيه فوت على غزة حاربنا حاربنا بالأفعال ليس بالأقوال والكذب والمغامرة والتطاول والشتم و...
وضحكم. سيبك من ال سيبك من الكيبورد ايها الجزائري الذي تريد ان تحرر فلسطين، تفضل سيبك من الكيبورد، حطه على جنب، تعال مثل الرجال، جيب بندقيه، فوت على غزه، حاربنا شفتوا؟ سمعتوا؟ هاو قال لك فوت على غزه نعطيك حتى الطريق. هاو نعطيكم حتى الطريق، قال لكم فوتوا على غزه وروحوا حاربونا. وهذا ما هذا اسرائيلي في حل. هما تواجهكم قال لكم يا جزائريين، ما قالش يا مصاروه ولا يا توانسه ولا يا مغاربه، او يهضر مع الناس اللي يقولوا احنا مع فلسطين ظلمه مظلومه ونحروا احنا فلسطين كيما قال واحد. امام واش تسناو؟ واش تسناو؟ هاو نعطيكم حتى البلاصه، تنجموا تروحوا من كيما قال واحد. تنجموا تروحوا؟ وفوالا تنجموا تروحوا كيما قال واحد وتحاربوا، ها؟ وتحاربوا هاد الناس هادو إسرائيل إذا تنجمون، على بالي راكم ما تحاربوا ما والو، لا نتوما لا غيركم، وما كانش واحد يقدر ماهوش يحارب إسرائيل. ما كانش واحد في العالم هذا، في العالم هذا ما كانش واحد يقدر يجبد البيا تاعو ويتيري هكا وقال هذه راني تيريت على اسرائيل، خاطره يجيو يديوه في الكالسون تاعو. والله يا كون يكون رئيس بعد تاع كانش دوله من دول، يا لو كان يقول باللي نديري على كيما قال صدام، يخي قال صدام، شفتوا صدام واش قال؟ يخي قال باش نضرب باش تحب نضربوها اسرائيل بهذا ولا بهذا، يبا جاو خرجوه من العش نتاعو وما لقاوهش في العش، خرجوه من المغار كما يقول واحد. دونك ما يقدر يتكلم على اسرائيل، واحد ما يقدر. اللي يحب يتكلم ما يتفضل كما قال مازيها. الو دونك نعيمة صالحي، على كل حال هذا هو الشيء اللي كتبته كيف اسمه للرئيس الجمهورية. خلينا نرجع الى اللايت نتاعها باش هو بتاتر بون قفلت اللايت نتاعها بتاتر. فوالا هنايا وتختم القناة نتاعها تقول باللي أنا لا أطالب بالبراءة التي هي حقها على حساب بلا منازع، إنما أطلب كما قلت ولم تشتكي به في البرلمانات الدول ومحاكمها، ولم تهربني مخابرات الدولة الأجنبية للخارج الوطن من العدالة وطني، بل عبرت الحدود وعدت إلى وطني حرة أصيلة أقف أمام العدالة بالرغم الظلم الذي أتعرض له. ولا سيدي الرئيس، اللهم أني قد بلغت، اللهم فاشهد، سدد الله خطاكم
ونورها بصيرتكم بصيرتكم ولا ما عرف ايش. والله غير الضحكه دي مدام صراحه مسكينه والله يعني. فوالا هذه هي نص الرسالة اللي بعثتها مدام صالحي واللي تقول فيها الرئيس راهي مظلومة وراهي منا وهي عندها جوز قضايا. على كل حال مع مسيو خطرة واحد مع مسيو عميري اللي اتهمته بكل دونك هذه اللي حكموا عليها فيها 6 شهور. وأخرين شكاو بها الناس اللي كيما قال واحد داروها بالفتنة وعندها جوز أفير. على كل حال هو نورمالمون كان يعني مدام صالحي كانت حبت كيما قال تحبس القضايا هذه عليها ومنها كانت تطلب السماح باسكو غلطت هي مدام. انا ما عندي حتى مشكل معاك، ما نعرفك، ما تلاقيت بيك، ما على بالي بيك، مي غلطتي بزاف في حق الامازيغ، غلطتي بزاف في حق الناس ولاد الارض، الناس اللي جدادهم كافحوا على هاد الارض هذه من اللي كان كما قال واحد ماسينيسا ويغرطا وديهيا وفهمتي ماهوش من 54 والله 54 ميم 54 ما عندكش حق لا انت لا الجماعه اللي معاك اللي يقولوا زيرو قبيلي باش تتكلموا على 54 اللي داروا عميروش ربي يرحمه واللي داروا داروه الرجال الفحوله الهور عباس وعثمان التيجاني والناس اللي الحرار الفحوله اللي ماتوا على هذا الارض هذه دونك هذا 54 تاع البارح، حنا رانا قبل 54. انا الدوار تاعي ميطرتين على وين كانت ديهيا. لو كان جات الدنيا دنيا راهو كيف اسمها الرئاسه ثم في هذيك في خنشله في بغاي، خاطر حنا وين كنا وين كان وين كانوا الناس هذو اللي اليوم يحبوا ينعطوا زعماء على الجزائر. كانوا الناس حتى ما داروا لا جاهدوا لا والو، جاوا راحوا قعدوا في مصر رقدوا في مصر وجاوا قالوا تحيا الجزائر وجاوا داخلين عاونتهم فرنسا وجاوا داخلين. فهمتوا دونك التاريخ ما تنجموش تكذبوا عليه تالما واش ديروا واش ديروا واش ديروا عمركم ما تنجموا تكذبوا على التاريخ. دونك لو كان يا مدام انتيا طلبتي السماح وقلتي لا غلط كما يقول الانسان بلك الناس هذو كانوا يسامحوا لك وتجيك حاجه صغيره وخلاص. عندك هذه نتاع قضيه نتاع الماك الارهابي الماك اللي تعاودوا فيها، انا قلتها وعاودتها لكم نتاع الماك ماهمش ارهابيين خلاص، واللي قال لهم ارهابي راهو غلط غلط غلط. انا عمري ما شفت واحد انا ما نتهمش معاه ونقول له انت ارهابي. شنو صراتي كيفاش ارهابي؟ قتل الناس ذبح الناس. بن عيشة هذا راهو هنا في الجزائر قتل الناس وذبح الناس وهو يحوس ليبر. هذا مدني مزراق الكريمينال الذباح اللي قتل ولاد الجزائر وقتل الشعب الجزائري وقتل كيف اسمه الجيش الوطني الشعبي اللي نحييهم وراهو يحوس لاباس عليه وقاعد راهو يحوس. هذو ارهابيين وسمحت لهم ب كيما قال واحد قال لي دير ريفراندوم. ياكم تعرفوا ريفراندوم كيفاش انتم ريفراندوم دار في الجزائر وريجوتي لو كان يجيبوا لهم قال لي اليوم نريبوا الجزائر قالوا وي. اذا قال لهم المعالم نتاعهم قال نو يقولوا نو، بصح اذا قال لهم وي الناس كل يقولوا وي. دونك كيفاه ارهابيين يحوسوا وحبيتي تقولي وهذه ارهاب لنتاع الماك، وانا مانيش من تاع الماك وما نعرفهمش الماك وعمري ما كنت معاهم الماك. ويكون في علمكم باللي انا ما نسالنش الماك باش يخرج وحده، خاطرش انا نقول جماعه الماك ارواحوا لبلادكم وهذه بلادكم واحكموا الحكم وسيروا بلادكم، ما تخليوهاش الناس اللي جاوا من الجزيره العربيه يسيروها. احكموا بلادكم انتوما ولاد الارض. انا من قبلش تقسم الجزائر لان نحب الجزائر اوني باش يقولوا بالقبائل وبالشاويه وبالتوارق اون الجيري اوني باش تقسم. مي هذا الناس هذو نتوما اللي وصلتوهم داروا هذا الشيء هذا بالعنصريه نتاعكم اسمحوا لي. ولو كان تكملوا كيما هكذا ودوك نولي من بعد على هذا الشيء هذا متهنيه غير شوفي يا مدام غير حطي عند راسك ولودي راهي مقسومه الجزائر مقسومه. لو كان تكملوا كيما هكذا بهاللغه نتاعكم وما نزربوش نلقاو حل. انا نعطيكم حاجه رسميه راه ما يضالوا لي كاسك بلو يحوسوا في ارجي باش يقسموا البلاد. انا نقولها لكم وهذه راهي جايه وما تطولش لازمنا
ولازم الناس اللي في المسؤولين تاع الدوله يهزوا اجراءات ويكونوا فحوله ويديروا يسبقوا الناس اللي حب تقسم البلاد، يزربوا يديروا الشيء اللي راح يديروه باش يحبسوا علينا الناس اللي جايه باش تقسم لنا الجزائر، ماهوش على زوج ولا ثلاثه مي على بزاف اطراف. فوالا نقول لكم اتوت الور، نرجع لكم ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله. قيمتي هنا